première mi-temps كان يمكن شويه الضغط نتوما عارفين تاع الماتش كل ثلاث ايام كان بزاف ديال لي ديشي تكنيك هادشي اللي ما عاوناتناش باش نماركيو باش نحلو لو سكور الهاك دوزيام مي-طون الدراري فهموا شنو كنا باغيين فايلات باسيون خصنا نكونوا نديروا لا سيكوريتي في لي باس في لو ريت ندوزو بلا غوش لا دروات باش يعياو وهادشي اللي طرا ملي لعبنا الكره ديالنا بلا كاليتي تكنيك اللي عندنا ما زربناش حلينا لو سكور لوجيكمون ماركينا الثاني لوجيكمون كنا نقدروا نماركيو الثالث ما كتبش هما برافو عليهم ما تلقوش ماركوا واحد بيوت اللي جا من السما بحال اللي قلت ضربه في 90 واخا اذا ما حتاش الضغط علينا الدراري بقاو مكونسونتري باش نجيبوا هذه النتيجه اللي مهمه سورتو قبل لا تريف باش الدراري يرتاحوا وما درنا والو سي 3 بوين لي لوجيك في الدار بغيت انكور نقول برافو للجمهور اليوم لعب لو رول ديالو اللي كنتسناو منهم والدراري برافو حتى هما ليهم الدراري كيلعبوا كل تيام سالينا لو ريتم اللي كان عندنا دونك الحمد لله. سي وليد شنو رايك في الاحتفاليه تاع الجماهير والدور اللي لعبوه في الماتش؟ ملي جاوا عاونونا بزاف ومازال غيعاونونا غنحتاجوهم مازال كنعاودها غنحتاجوهم حتى الاخر لا سيزون بحال اللي قلت البطوله غتلعب حتى الدقيقه الاخريه خصنا نكونوا باسيون مع الدراري خصنا نعاونوهم وان شاء الله غيكون خير. اشوف غنشد دقه هذه الوداد كتلعب على ارقام كاملين ما قراناش ندو كل شيء هكا حنا عارفين كاين فراقي في تشامبيونز ليغ ولا في البطوله اللي كبارين تما غيتقاتلوا حنا خصنا نحطوا الجد ديالنا في التيران كل شيء اللي عندنا باش نقاتلوا حتى الاخر ان شاء الله ونجيبوا دي تيتر. وليد انت من الناس القلال في البطوله الوطنيه اللي كيبدا داك لا غاسون ديالو كيدير لو شو واش لا كولتور ديال لو شو ما كايناش في المغرب واش خصها تكون مع مدربين اخرين؟ لا ما كنديرش لو شو قلتها دابا في كونفيرونس دو بريس يمكن الناس ما باغينش يفهموا سي ديما بوزيتيف هادشي كنقول لك مره اخرى ملي قلت البطوله مازال ملعوبه وقلت شكون هما لي فافوري تقلقوا بحق مازال كنامن بها وما غاديش نكذب احنا ما كنقاتلوا كنديروا كل شيء بحال حنا عارفين كنحترموا جوستومون كنحترموا اي فرقه على هذا الشيء كنقولوا البطوله مازال ملعوبه حتى الدقيقه الاخيره. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.